بشكل تام هذا النظام الاساسي لانه مجحف وظالم. المشكله هو انني كنحس وليت كنحس بالحقره، ما كنحسش بانني خدامه مع الدوله، وليت كنحس بحال وليت تابعه لقطاع خاص. نزلوا علينا بمجموعه ديال العقوبات حنا رافضين بشكل تام، ولو القهقرة مثلا في الرتبة والدرجة، ممكن يكون خطأ بسيط وفي المقابل ديالو تكون عقوبة بزاف. الحرمان من الحق ديالنا في الحركة الانتقالية، كاينين بزاف الأمور. صفحة ونص تاع العقوبات بزاف علينا. المشكل ديال العقوبات، المشكل أنه حسينا بالحقرة لأنه تم التعويض ديال مجموعة ديال الفئات، الإدارات، التفتيش، حنا حتى هادوك تنتمنوا المجهودات ديالهم. هذا النظام أجهز على الحقوق ديالنا، حقوق ديالنا كموظفين. حنا كنا كنتمنوا بأن هذا النظام يكون منصف، أكثر إنصاف من النظام اللي كان سابق. بالعكس، الجهاد قضى على جميع الحقوق اللي كانت عندنا. وعاد المشكل الآخر ديال التعويضات، تعويضات جميع الفئات استفدت من التعويضات وتم إقصاءنا حنا بشكل ما فهمناش علاش، رغم أننا إلا كان شي إصلاح بغى يدخل المدرسة العمومية رحنا اللي غادي ندخلو. زائد أننا ولينا كنحسوا من خلال هذا النظام بأننا حنا المسؤولين على الفشل ديال التعليم، وحنا حنا غير طرف، حنا ضحايا على مستوى التلاميذ. حنا غير طرف، حنا ماشي مسؤولين. كاينين بزاف العوامل اللي خلات ان التعليم يفشل في المغرب. علاش الدوله غتحملنا غير حنايا؟ حتى حنا ضحايا بالاضافه الى التلاميذ، حنا والتلاميذ ضحايا.